الحقيقة أنه من الواضح أنه الدولة مهتمة وعازمة على اهتمام بالمواطن أولاً، بدليل حقيقة الحزم الكبيرة من المبادرات المهتمة بشكل أساسي بالصحة، بدءاً من مبادرة 100 مليون صحة وما تضمنتها من حملات اللي طبعاً كانت في إطارها حملة صحة المرأة المصرية، حملات متعلقة بالأطفال، التخلص من التهاب الكبد الوبائي فيروسي، والشوط اللي قطعناه في هذا الإطار. حقيقة مبادرات عديدة معنية بصحة المواطن المصري. في مبادرة جديدة هنتكلم عنها النهاردة وهي مبادرة انزل واطمن. ايه هي انزل واطمن؟ متعلقة بايه؟ في فقرتنا دلوقتي هنتعرف اكثر على هذه المبادرة الحديثة. بينضم الينا عبر سكايب الاستاذ الدكتور احمد غريب، مدير عام الرعاية الاولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية. يا دكتور اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك. في البداية يا دكتور، يعني عايزين نعرف من حضرتك ايه هي مبادرة انزل واطمن؟ تمام. اولا اسمحوا لي اشكر حضراتكم على تسليط الضوء على المبادره اللي تبنتها الهيئه العامه للرعايه الصحيه في منظومه التامين الصحي الشامل انزل واطمن. برضو نوضح للمواطنين، لجميع المواطنين واهالينا، ان المبادره دي الهدف منها ان احنا نستكمل الفحص الشامل لجميع المنتفعين بمنظومه التامين الصحي الشامل في بورسعيد حاليا، ودي برضو جزء منها مهم قوي ان احنا الاكتشاف المبكر للامراض، وقد ايه ان احنا بندعم مفهوم طب الاسره ومنظومه طب الاسره بشكل خاص في منظومه الرعايه الصحيه اللي بتتبناها حاليا الهيئه العامه للرعايه. يعني دكتور اللي فهمته من حضرتك ان اللي هيستفيدوا من هذه المبادره اللي متسجلين في التامين الصحي في بورسعيد. بالظبط يا فندم، بالظبط. المبادرة دي يا فندم بتكشف عن ايه او بتستهدفوا اي امراض؟ هل في امراض بعينها؟ هل بتستهدفوا شكل لا قدر الله تعب بعينه يعني للناس اللي رايحة تكشف؟ لا الحقيقة احنا بنستهدف بالمبادرة جميع المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، سواء كان بيشتكي من اي امراض الوضع الحالي او انسان سليم تماما. هو تشيك اب يعني يا دكتور؟ اتفضل. ايه يا فندم؟ هو زي تشيك اب يعني؟ بالظبط كده، ده هو فحص طبي كامل مع بعض التحاليل اللي احنا بنعملها بشكل روتيني لكل المنتفعين من الخدمات. وعلى فكره برضو احب اضيف ان ده هيكون بشكل روتيني كل سنه، احنا بنعمله بشكل روتيني كل سنه وهو مجاني تماما. برضو اؤكد على النقطه دي ان هذه الفحوصات، الحزمه من الفحوصات اللي بنقوم بيها الحمله بتاعت انزل واطمن، الفحص الطبي الشامل، هي مجموعه من الخدمات كلها مجانيه. طب ليه يا دكتور عملتوها للمنتفعين فقط من نظام التامين الصحي في المحافظات؟ وزي ما فهمت من حضرتك انه هتبقى في كل عام في نفس التوقيت، ده معناها انه ليها وقت محدد وهتنتهي فيه؟ لا احنا دايما بنقول اي منتفع بخدمات التامين الصحي الشامل، وانس ان هو بيسجل في المنظومه وبيبدا ينتفع من خدماتها، لازم يعمل له اللي هو تشيك اب زي ما حضرتك قلتي، او الفحص الشامل بالفحوصات المجانيه عشان نتاكد ان هو ما بيعانيش من اي امراض بشكل او اخر. ولما احنا دايما المواطن بعد ما بيعدي فتره سنه من التسجيل بنعيد تاني الفحص الشامل عشان نتاكد ان هو ما زال بحاله صحيه جيده، وفي حاله ظهور اي بوادر او اي علامات خطوره لاي امراض، ده دورنا بقى ان احنا نبدا نتدخل. وهنا يجي بقى فكره الوقايه من الامراض، لان احنا لما بنتدخل في بدايه ظهور اعراض المرض او في بدايه حتى ظهور علامات الخطوره للمرض، بيكون طبعا النتيجه افضل بكتير لما نستنى ان الاعراض بتاعت المرض تظهر. هذه المبادره مختلفه عن مبادره 100 مليون صحه يا دكتور. بالفعل هي المبادره بالاساس من هيئه الرعايه، من الهيئه العامه للرعايه الصحيه، وهي برضو احب اوضح هنا هي الهيئه المنوطه بتقديم جميع الخدمات الصحيه للمواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة اللي هي اتطبقت بداية ببورسعيد، وهننتقل إن شاء الله قريبا جدا للأقصر ثم الإسماعيلية وباقي محافظات الجمهورية إن شاء الله. لكن يعني في طبعا مبادرات برضو، يعني أنا برضو وزارة الصحة بتتبنى عديد من المبادرات الرئاسية زي ما حضرتك قلتي مبادرة 100 مليون صحة. بس انزل واطمن متعلقة في المقام الأول بالتأمين الصحي الشامل، يعني حضراتكم تبتدوا في بورسعيد بعدين تروحوا الأقصر إسماعيلية، يعني نفس المحافظات اللي ماشية فيها التأمين الصحي. ده اكيد، ونفس الخدمات اللي احنا بنقول دلوقتي انها بتقدم في بورسعيد هيتم تقديمها في جميع المحافظات اللي هتنضم تحت منظومه التامين الصحي الشامل والهيئه العامه للرعايه الصحيه ان شاء الله.
المواطن ازاي بيستفيد من حملة زي دي يا دكتور؟ احنا زي ما احنا قلنا ان احنا المواطنين حاليا مسجلين عندنا في منظومه التامين الصحي الشامل في محافظه بورسعيد بيتوجهوا، احنا اوريدي يعني عندنا في وحدات الرعايه الاوليه، وحدات ومراكز الرعايه الاوليه او وحدات ومراكز طب الاسره بالمحافظه، وهو عددهم 31 وحده. مجرد ما احنا اعلنا عن المبادره فاي مواطن يقدر يتوجه للوحده المسجل عليها عشان يقوم او يقدم له مجموعه الخدمات اللي احنا بنقول عليها في نطاق الفحص الطبي الشامل والتحاليل وخلافه. هل نفس الخدمه دي مقدمه من خلال التامين الصحي؟ يعني اللي متسجل في التامين الصحي ممكن ياخد نفس الخدمه المقدمه من المبادره انزل واطمن؟ اكيد اكيد. واحنا برضو بنأكد على حاجه، احنا اي مواطن سواء بيشتكي من اعراض صحيه حاليه، وده بيبقى التواصل من خلال الكول سنتر، احنا عندنا فيه رقم موحد بنتصل بيه، كل المواطنين بيتصلوا بيه، بيحجز موعد على عياده طبيب الاسم في مراكز وحدات طب الاسره، وبيبدا الدكتور بيتوجه للمركز او الوحده في الميعاد المحدد، والدكتور بيناظر الحاله وبيقول ايه المطلوب لكل مريض. لكن افرض هو ما بيشتكيش من اي اعراض، لا ده احنا بنقول يتوجه مباشره للوحده او المركز بدون حجز مسبق عشان نعمل له الفحص الطبي الشامل الخاص واسرته. طبعا يعني احنا بنتكلم على دايما احنا لازم نرسي مبدا ان احنا بنتكلم دلوقتي على الاسره والمجتمع، فاحنا مش بنعمل للفرد بس، لا للفرد وجميع افراد الاسره. بتستهدفوا اعداد مواطنين بعينها في الحمله دي يا دكتور، ولا على يعني التوقيت هو هنا اللي مهم؟ لا هو احنا الحقيقه احنا زي ما قلت لحضرتك في بدايه اللقاء ان احنا الحمله موجهه للمنتفعين، هو يعني احنا تقريبا بنتكلم في حوالي 600,000 منتفع في الوقت الحالي. في حاله لا سمح الله انه تم بالفعل اكتشاف اصابه احد المواطنين بمرض من الامراض المزمنه، بيتم التعامل معاه ازاي؟ هل بقى بيتم الرجوع للتامين الصحي هو يتولى الموقف، ولا المبادره انزل واطمن بتكمل مع المواطن؟ انا بشكر حضرتك حقيقي على السؤال ده، لان دي نقطه مهمه جدا جدا. ايه اللي احنا هنعمله في حاله لو احنا اكتشفنا مرض من الامراض المزمنه لاحد المنتفعين وهو لا يعلم؟ ودي على فكره نسبه مش ما تكونش قليله في المجتمع. الحقيقه ان احنا في جزئيه الامراض المزمنه بيبقى في بروتوكول من الاجراءات اخرى بتتعمل في وحدات ومراكز طب الاسره والمنظومه ككل. يعني هندي على سبيل المثال، لو مريض اكتشفنا ان هو مريض للسكر، ففي حزمه اخرى من الخدمات بتقدم بشكل منتظم روتيني، نقول مثلا كل 6 شهور في بعض الخدمات، كل سنه في بعض الخدمات بتقدم للمريض بهذا الشكل. والخدمات دي برضو احب اكد في نفس اللقاء مع حضرتك انها خدمات مجانيه، والهدف منها متابعه حاله هذا المريض. أي من خلال انزل وطمن ولا من خلال التامين الصحي؟ لا احنا بنتكلم حاليا في منظومه واحده، يعني انزل وطمن هي مبادره تولتها الهيئه العامه للرعايه الصحيه زي ما قلنا لحضرتك، وهي الهيئه المنوطه بتقديم الخدمات الصحيه كلها داخل منظومه التامين الصحي الشامل. فبالتالي هو المريض دخل معانا خلاص، احنا هو مسؤول منا، احنا المريض خلاص اكتشفنا ان هو بيعاني من احد الامراض المزمنه، على طبعا اشهرهم السكر والضغط. بمجرد ان هو تم اكتشافه وتشخيصه بالفحوصات والتحاليل اللي احنا هنعملها له اثناء المبادره، بيبدا بقى يخش في الفئه الثانيه اللي هي فئه المرضى المزمنين، اللي احنا بنعمل لهم فحوصات اخرى ومنها اشعاعات زي مثلا موجات صوتيه على القلب في حالات لو المريض بيحتاج هذا النوع من الفحوصات، ورسم القلب وخلافه، وبعض التحاليل بشكل مفصل لكل مرض على حده، وكل ده برضه بيبقى بشكل مجاني، ويبدا المريض يعني ينتفع بالخدمه داخل المنظومه ويصرف العلاج الشهري بتاعه كما وصفه الطبيب. ولو احتاجنا تدخلات على مستوى اعلى، على مستوى الرعايه السنويه او الثلاثيه، برضه بيتم تحويل المريض من المستوى الاول او مستوى الرعايه الاوليه للمستويات الاعلى. حتى لو احتاجنا لتدخلات جراحيه باي شكل من الاشكال بنقوم بيها مع المريض. حضرتك كنت اتكلمت عن حزم مختلفه بيتم تقديمها من خلال انزل واطمن، لو اتكلمنا عن هذه الحزم. هو الحقيقه اللي احنا بنقوم بيه مع المريض من خلال المبادره، ان احنا اول حاجه المريض بيبدا يخش على لو احنا كده قلنا تفصيل رحله المريض داخل وحدات ومراكز طب الاسره داخل المبادره، اول حاجه بيبدا يخش عند طبيب الاسره. طبيب الاسره اللي احنا برضو دايما بنؤكد عليه،
هو الطبيب المسؤول عن كل الحالات الصحيه او المرضيه اللي بتواجه المواطن واسرته. احنا بنقول طبيب اسره لان هو مسؤول عن الاسره بغض النظر عن السن، بغض النظر عن النوع، بغض النظر عن المرض، وهم اطباء على اعلى مستوى من الكفاءه والتدريب. وحتى كمان التدريب، لو جينا نذكر التدريب، احنا عندنا عمليه من التدريب المستمر والاشراف على الجزئيه العلميه. المريض بيقعد مع الطبيب الاسره بيحدد الحاله الصحيه بشكل كامل، بنقوم بفحص اكلينيكي كامل للمريض من الالف الى الياء. تمام؟ بعد ما بنخلص الزياره مع الطبيب بنبدا نتوجه لطبيب الاسنان والمعمل. طبيب الاسنان بنعمل برضه تشيك اب حتى لو المريض ما بيشتكيش من اي اعراض تخص الاسنان، وكل ده طبعا بيسجل على النظام الالكتروني للمنظومه. بعد كده بنتوجه للمعمل للقيام بحزمه من التحاليل، لان نقولها برضه مع حضرتك ان احنا بنعمل تحليل لنسبه الهيموجلوبين وفصيله الدم والار اتش اللي هو بوزيتيف او نيجاتيف، والسكر العشوائي، السكر العشوائي لجميع المفحوصين. لقينا ان كل حاجه نورمال وكل حاجه كويسه، خلاص احنا بنسجل ده على السيستم عندنا، وبيبقى عندنا دايما ميعاد بعد سنه من هذا الفحص ان احنا نعيد الفحص الشامل مره اخرى لنفس المواطن. لو ظهر اي اعراض جديده او ظهر اي امراض طبعا بتسجل ويتم التعامل معها زي ما انا شرحت لحضرتك سابقا. طيب خليني اسال حضرتك، هل المبادره دي في وقت محدد من العام ولا مستمره؟ الحقيقه احنا كنا حاطين فتره زمنيه شهرين من بدء المبادره ولحين استكمال جميع المواطنين المنتفعين بالخدمات التامين الصحي الشامل في بورسعيد ان شاء الله. طيب بعد بورسعيد هتنتقلوا بقى لمحافظه اخرى من ضمن محافظات المرحله الاولى في التامين الصحي، ولا لسه ما فيش حديث عن ذلك؟ لا اكيد، احنا في فتره قريبه جدا ان شاء الله هنبدا خدمات المنظومه في الاقصر ثم الاسماعيليه ان شاء الله، ويتبعها باقي المحافظات باذن الله. طيب يعني مره ثانيه، اللي عايز يستفيد من هذه المبادره يا دكتور بيعمل ايه؟ لازم يكون طرف من التامين. بالظبط، لازم يكون من المسجلين، وطبعا حتى لو في بعض اهالينا اللي لسه ما سجلوش، احنا برضه فاتحين التسجيل للمواطنين اللي لسه لم ينضموا للمنظومه، وبمجرد انضمامهم للمنظومه برضه بيستفيدوا بجميع الحزم اللي احنا حكيناها مع حضرتك. طب دكتور خليني اسالك، هي المبادره دي بتختلف عن او الحمله دي بتختلف عن الحملات الاخرى في ايه؟ لا الحقيقه هي فكره الحمله مبنيه في الاساس على المسح الطبي والاكتشاف المبكر للامراض. قد ايه طبعا احنا عارفين بالمثل كده اللي احنا كلنا عارفينه، الوقايه خير من العلاج. قد ايه بيفرق معانا ان احنا نكتشف الامراض في المراحل الاوليه وحتى قبل ظهور الاعراض. بيبقى في هذا التوقيت بيبقى التدخل اسهل، والتدخل تاثيره اقوى بكتير من ان احنا لو استنينا ان اعراض المرض تظهر. وبرضه عايز اؤكد على حاجه مهمه جدا، ان فكره المسح الطبي ومنع الامراض قبل حدوثها ده جزء اساسي لا يتجزا من منظومه طب الاسره وخدمات طب الاسره اللي موجوده معانا في منظومه في هيئه الرعايه ومنظومه التامين الصحي الشامل ككل. فهي جزء روتيني حتى احنا بنشتغل عليه، زي ما قلت لحضرتك، حتى بعد ما نشخص الامراض في جزء كمان من المسح الطبي للمشاكل اللي ممكن تسببها هذه الامراض، عشان نمنع حتى حدوث المشاكل اللي ممكن تسبب الامراض زي السكر والضغط والسكر. طب احنا برضو يا فندم عرفنا انه ممكن المواطن العادي يستفيد من الحمله عبر تطبيق بلطو، وهو تطبيق اطلقته الوزاره منذ فتره. ازاي بيتم التواصل، وهل المجموعه بقى او ايا كان من المواطنين اللي هيتواصلوا عبر هذا التطبيق تطبيق بلطو مختلفين، ولا برضو ضمن المنظومه او ضمن المؤمن عليهم في التامين الصحي الشامل دلوقتي في بورسعيد؟ الحقيقه برضو عايز اوضح حاجه، هي حمله بلطو هي الهدف منها الاستشاره عن بعد، ودي يمكن اطلقناها في الفتره اللي فاتت نظرا للظروف الصحيه اللي كانت بتمر بيها العالم كله وجمهوريه مصر العربيه، فدي بينتفع منها كل المنتفعين في منظومه التامين الصحي الشامل. لكن جزء الفحص الطبي الشامل ده، لو احنا باثناء الاستشارات دي لقينا ان المواطن لم يقم باكتمال او باستكمال الفحص الطبي الشامل، فاحنا بيتم توجيهه لاستكمال هذا الفحص في الوحده او المركز اللي هو مسجل.
الحقيقة لو بنتكلم عن منظومة التأمين الصحي الشامل، في إقبال بشكل كبير جدا على المنظومة في المحافظات الحالية، طبعا أولها بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وأعتقد الأقصر والإسماعيلية وأعلى محافظات من حيث التسجيل. بقراءة حضراتكم القائمين على المنظومة من حيث الأعداد، أعداد المواطنين اللي فعلا سجلت في المبادرة أو في المنظومة، منظومة التأمين. ده حقيقي فعلا، واحنا يمكن اكيد حضرتك برضو نؤكد على ان احنا بنقدم يعني يمكن في الربع الاول من العام الثاني من انشاء المنظومه تقريبا احنا مقدمين اكثر من 350 الف خدمه صحيه للمنتفعين، واكثر حاليا حتى الان اكثر من 2 مليون خدمه صحيه للمنتفعين على جميع مستويات الرعايه، سواء الرعايه الاوليه والثانويه والثالثيه. احنا بالنسبه لنا ده بيعكس قد ايه ثقه المواطنين في الخدمات اللي بتقدمها الهيئه العامه للرعايه الصحيه داخل منظومه التامين الصحي الشامل، وقد ايه احنا قدرنا برضو نغطي يمكن اكتر من 95% من حزمه الخدمات اللي بيحتاجها المواطن في اي مكان. فده اكيد بيؤكد على نجاح الهيئه العامه للرعايه الصحيه حتى الان في تقديم هذه الخدمات للمواطنين. أخيرا يا دكتور، إيه أهمية هذه الحملات والمبادرات الطبية؟ بتكون إيه وماذا تمثل للمواطن ولحضراتكم كفرق طبية أيضا؟ يمكن أنا برضو عايز أؤكد على أن الحملات اللي هدف منها المسح الطبي والاكتشاف المبكر سواء للأمراض المزمنة أو لمشاكل حتى الأمراض المزمنة زي ما احنا ذكرنا سابقا، دي جزء أساسي في رسم الخريطة الصحية لمصر. والخريطه الصحيه لمصر لو حضرتك طبعا اكيد تعلمي هذا، ده جزء مهم جدا حتى في اتخاذ القرار. يعني انا ما اقدرش احدد ايه الامراض الاكثر انتشارا في محافظه عن اخرى الا لما يكون عندي هذه الخريطه الصحيه، اللي خطوه اساسيه واداه اساسيه في تحديدها هي الفحص الطبي الشامل اللي بحدد بيه انتشار فعلا تواجد الامراض او حتى عوامل الخطوره، عشان ابدا اتخذ الاجراءات اللازمه لحمايه المواطنين من ظهور هذه الامراض في المناطق دي، أو إن أنا أقدر أسيطر على الأمراض لو ظهرت لبعض المواطنين. الحقيقة إنه من الواضح من خلال المبادرة أو منظومة التأمين الصحي الشامل، في هنا دور للقيام بمبادرات في إطار المنظومة. هل ده شكل من أشكال دعم للمنظومة، ولا هذه المبادرات والحملات هي جزء من تكملة عمل المنظومة نفسها، منظومة التأمين الصحي الشامل وتطويرها؟ لأن ممكن أي حد بيتفرج داخل المنظومة يقول طب إيه فرق هنا الحملة عن إن هو جزء أو طرف من منظومة التأمين الصحي الشامل، وممكن يروح للطبيب المسجل عنده اللي هو طبيب الأسرة حسب منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر. طيب خليني برضو اقول لحضرتك ان لا، هي طبعا مبدئيا هي جزء اساسي لا يتجزا ومن الاساسيات المبني عليها فكره الرعايه الصحيه داخل الهيئه العامه للرعايه الصحيه ومنظومه التامين الصحي الشامل. وبرضو اؤكد على حاجه، احنا يمكن بنعمل هذا في شكل حمله عشان نقدم الخدمات ونوصل الفكره لجميع المواطنين، لكن احنا كل الاطباء في كل الوحدات ومراكز طب الاسره ده جزء اساسي من عملهم وجزء روتيني بيعملوه كل يوم. يعني حتى انا لو دخل لي عيان داخل خارج الحمله وهو يعاني من امراض مزمنه زي السكر، لازم اراجع هذا المريض ايه المشاكل اللي عنده وهل هو معرض لمشاكل اخرى زي امراض القلب وخلافه، وابدا احسب مدى الخطوره اللي معرض لها المريض ده، واتخذ الاجراءات اللازمه عشان احمي هذا المريض من المشاكل اللي ممكن يمثل هذا المرض. وبرده نفس الكلام في اكتشاف المبكر للامراض، احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من توجيهات وهي عالميه على فكره بالمناسبه، ان احنا ازاي نكتشف الامراض قبل ظهورها. احنا دلوقتي بنتكلم على الامراض المزمنه وجميع الامراض، حتى في عندنا حزمه كبيره جدا من الفحوصات اللي بتتعمل لاكتشاف هذه الامراض، واحنا بنوعد جميع المواطنين ان ده هيبقى جزء اساسي من الخدمه اللي بتقدم داخل الهيئه العامه للرعايه. طب يا دكتور، انا بس يعني عشان ابقى فهمت الموضوع اخيرا، انزل واطمن هي جزء من منظومه التامين الصحي الشامل حتى لو هي حمله، ولكنها جزء، لانه حضراتكم شغالين مع المواطنين اللي داخل منظومه التامين الصحي، العمليات والتحاليل والعلاج اللي بيقدم للمواطنين زبط. جزء من المنظومه، فهي حمله مكمله زبط. للمنظومه. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم، وهي الحمله حاليا موجوده في جميع وحدات ومراكز طب الاسره بالمحافظه اللي هو عددهم حاليا 31 وحده ومركز، وبالاضافه ان في سبع مستشفيات برضو بتقدم فيهم الحمله بنفس النظام اللي احنا قلنا عليه،
بالاضافه ان شاء الله ان احنا قريبا جدا هيبدا يخش في عيادات متنقله على جميع انحاء المحافظه، وفي عيادات ثابته برضه في الاماكن اللي بيقدم فيها خدمات للمواطنين، بنقرب لهم دايما الفحص لغايه عندهم عشان نقدر نخدم المواطنين بكل الصور ان شاء الله. شكرا لحضرتك الاستاذ الدكتور احمد غريب، مدير عام الرعايه الاوليه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه، كان معنا عبر سكايب.